النهارده تم الإعلان في عدد من وسائل الإعلام وعدد من المواقع والصحف والمواقع الإخبارية عن مخطط بيحضروا بيجهز له واجتماع قام به التنظيم الإرهابي في الخارج، تنظيم الجماعة الإرهابية، لاستغلال الوضع الحالي في ظروف اقتصادية صعبة. صح، من حقنا نخاف زي ما قلتوا، من حقنا نتضايق، ومن حقنا نشيل الهم، وحقكم علينا، حقكم علينا احنا كإعلام ان احنا نجيب الناس اللي بتفهم في هذا الامر ونتكلم ونفهم سوا القرارات اللي اتخذت دي محتاجين ايه علشان تكون في مصلحتنا، تتنفذ ازاي، والحكومة لازم تعمل ايه ونقول لها اعملي كذا. كل ده من حقنا، ومن حقنا نصرخ، من حقنا كل حاجة، بس مش من حقنا ابدا ان احنا نسهل للناس دول او نساعدهم ان هم يضروا بهذا البلد، أو إن هم يقدروا مرة تانية إن هم يضعوا مصر، بلدنا إحنا ووطننا اللي هم ما بيعترفوش بكلمة وطن، اوعوا تنسوا. مش من حقنا أبدا نسمح لهم يحطوا مصر مرة تانية بين فكهم. هؤلاء اللي حكموا مصر في فترة كانوا هيضيعوا مصر فيها، اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا البلد كانت رايحة فين. عندنا كل الدلائل والإثباتات والتسجيلات، وشايفين انتوا المحاكمات اللي بتتم، وشايفين اتفاقاتهم كانت ايه. اللي انتوا شايفينه على الشاشة دلوقتي دي او ده ما نشر النهاردة عن تفاصيل اجتماعهم اللي حصل النهاردة واللي حصل برضو من يومين واللي بيتم تسريبه، يعني من هناك تم تسريبه لوسائل الإعلام ونشر في لستة او قائمة من الاغتيالات هم حاطينها من الشخصيات العامة، سواء قضاء هم حاطين قائمة بالقضاء المستهدفين المستهدف أو المطلوب تنفيذ عمليات الاغتيال يعني تجاههم، ومنهم بالمناسبة المستشار أحمد أبو الفتوح اللي تم فعلا محاولة اغتياله الحمد لله ومحاولة فشلت بالأمس. فده أحد الأسماء ومجموعة من القضاء زي ما قلت لكم المعنيين بمحاكمات الإخوان. طبعا عدد من الإعلاميين، خليني أقول لكم برضو يعني الأسماء، أسماء الإعلاميين المستهدفين من الإعلاميين: الأستاذ ألبرت شفيق، الزميل الأستاذ عمرو أديب، الأستاذ أحمد موسى، الأستاذ خالد صلاح، الأستاذ لميس الحديدي، الأستاذ أسماء مصطفى زميلتنا هنا في النهار، نائب عبد الرحيم علي، الأستاذ ياسر رزق، النائب مصطفى بكري، الإعلامي حمدي رزق. كل دي أسماء موجودة على القائمة. زي ما قلت في أيضا 17 قاضي، طبعا النائب العام على رأسهم والمكتب الفني اللي بيضم 17 قاضي بجانب عدد من المستشارين. في كمان قادة عسكريين، القيادات العسكرية مستهدفة من الشرطة، أيضا القيادات الشرطية على رأسهم وزير الداخلية بالطبع. كل دي أسماء مستهدفة. مش بس كده، ولكن هم أيضا في خلال اجتماعهم وما نشر النهاردة عن هذا الاجتماع وما تم الاتفاق عليه، أنه يحصل حالة من التسخين للناس ضد هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة. تسخين بقى من خلال نشر شائعات على مواقع السوشيال ميديا والفيسبوك وكل هذه المواقع اللي هم بيستخدموها. وطبعا هم حريصون جدا، هو ده اللي متقال لهم بالمناسبة في التعليمات اللي حصلت في الاجتماع، أنه اوعوا تتكلموا وانتوا بتسخنوا الناس وانتوا بتنشروا هذه الأخبار وبتقولوا رأيكم وبتهيجوا الناس. اوعوا تتكلموا وتجيبوا سيرة الكلمات اللي تدل على أنكم إخوان، يعني ما تقولوش الرئيس الشرعي مرسي، ما تقولوش مذبحة ربعة، ما تقولوش الكلام اللي يخلي الناس تحس أنكم إخوان فترفض كلامكم. ليه؟ لأنهم عارفين وفاهمين كويس قوي أن الناس لفظاهم ورفضاهم، ولكن ده مخططهم هم، قال يعني بيستسكوا ويحاولوا أنهم يعملوا هذه الإشاعات ينشروها، يبتدوا يتكلموا مع ناس ويسخنوا من غير ما يشيروا هم مين. طبعا ده من ضمن الأشياء، ويحاولوا أنهم يصعدوا لحد يوم 11/11. لازم نكون واعيين لهذا الكلام، لا نسمح لهم ابدا 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 بان هم مره تانية يتمكنوا ويكون ليهم اي دور في هذا البلد. اوعوا تنسوا ابدا، اوعوا تنسوا ان مهما تكون الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها دلوقتي صعبه، وهتعدي والله باذن الله هتعدي طول ما احنا واقفين مع بعض ايد واحده. اوعوا تنسوا ان مهما تكون الصعوبات النهارده ايا ما كانت لا تمت بصله ولا يمكن أن نقارنها بالسنة اللي حكمت فيها الجماعة الإرهابية مصر. اوعوا تنسوا كانوا هيبيعوا البلد إزاي، اوعوا تنسوا كانوا بيحكمونا وبيحاولوا يتعاملوا معانا كما ولو كانوا ملكوا الأرض ومن عليها. اوعوا تنسوا الاتحادية واللي اتعمل فينا قدام الاتحادية صوت وصورة، كانت الكاميرات بتصور بيضربوا الناس وبيضربوها بالخرطوش وبيهينوا الناس إزاي. اوعوا تنسوا الناس اللي كانوا بيقلعوها وبيضربوها على سور الاتحادية وفي واحد جوه قاعد واسمه رئيس لكل المصريين وساكت وسامح بهذا الكلام اللي احنا شايفينه على الشاشات.
او لم يكن يعلم انه ده بيحصل عنده، اوعوا تنسوا هذا الكلام. واوعوا تنسوا انه وقت ان النهارده الناس اللي بتتقتل عندنا والمستهدفه والجنود اللي بيتم تصفيتهم، اوعوا تنسوا، والشخصيات اللي بيتم استهدافها الان، اوعوا تنسوا انه ده اسلوب تعاملهم معانا لاننا خلعناهم من الحكم. في مقابل ده النظام الموجود حاليا بيعمل ايه فيهم؟ هل في حد فيهم بيستهدف؟ هل في حد فيهم بيقتل؟ هل في حد فيهم بيتضرب ولا بيتعذب في السجون؟ اسفه، احنا عندنا دلوقتي نظام، اللي يتفق معايا يتفق واللي يختلف معايا يختلف، ولكن في النهايه عندك نظام بيحترم المؤسسات. كان عندك زمان وقتها ما يسمى رئيس بيهين القضاء علنا ولا يحترم القضاء وبيتجنى عليه، وعندك النهارده الناس دي بتحاكى، واحيانا كمان بتيجي الاحكام وبتنقض احكامهم، بيتحاكموا بالقانون مش بيختالوا ويقتلوا ويعذبوا زي ما هم بيعملوا فينا.